صباحكم بكل خير مشاهدينا، ويا مرحبا بكم في فقرة لمسات إماراتية ببرنامج صباح الشارقة، واللي من خلالها نسلط الضوء على إبداعات ومشاريع صنعت من قبل الأسر المنتجة. نتعرف عن كثب على ضيفتنا في لمسات إماراتية. يسعدنا أن نستضيف عائشة محمد الزيودي، صاحبة كنز للتجارة العامة لصياغة المجوهرات وصناعة العطور. حياك الله في لمسات إماراتية. أهلا وسهلا أخت سمر، وشكرا على استضافتي في برنامجكم في فقرة لمسات إماراتية. حياك الله معنا. أرى أمامي ما شاء الله مجموعة مختارة بين الأحجار الكريمة والمجوهرات وكذلك العطور، فحدثينا عن بدايتك في هذا المجال. شوفي حبيبتي، أول شيء أنا بديت يعني من أيام ما كنت في الثانوية العامة دائما كان عندي اهتمام في الأمور العلوم الغريبة نوعا ما، فكنت دائما أبحث عن هذه الأمور. بداية دخلت في دراسة علم طاقة المكان، وفي هذا العلم دائما يستخدمون الأحجار الكريمة الطبيعية اللي تكون مصدرها طبيعي، مثل هذا الحجر خلنا نشوف. لو تشوفين حتى من الخلف أنه حجر جدا طبيعي، صحيح. فدائما يستخدمون هذه الأحجار الكريمة حسب أنها هي كأنها توازن في طاقة المكان. طبعا كانت هذه البداية هنا، وبعدها انتقلت أنا صرت أحب ألبس هذه الأحجار الكريمة، ولأنهم عندهم دائما يستخدمون الأشكال البسيطة، يعني نفس كذي، يعني كان الحجر جدا بسيط. هذا اسمه حجر، يسمونه حجر الحب، او يعني هو لونه جدا لون الوردي الفاتح. وايد احب هاللون. جميل. وهو يحبون، على فكره اكثر النساء يحبون هذا الحجر. الرجال يستهويهم موضوع حجر العقيق أكثر، اللي هو اللون البني. نعم صحيح، ألاحظ الكثيرين منهم يقتلون هذا اللون، وسبحان الله يعني حجر مميز. في التدرجات كذلك بالنسبة للون، في التدرجات الأصفر إلى البرتقالي إلى شوي البني المحمر. تعرفين حتى في عقيق اسمه عقيق سليماني، في اللون الرصاصي، وفي عروق، وتعرفين كأنه مزين، وسبحان الله يعني من الطبيعة. يعني الحجرة تيجي رصاصية وفيها تدرجات الأبيض وعروق باللون الأسود، فلونها جدا جميل. دائما أحرص أن يكون عندي لمستي الخاصة في العطر. جيد. فعسبت كذا، عسبت أن أي حد مثلا يقتني هذا العطر يعرف أن هذا من كنز. رائع جدا. إذن الأدوات أمامنا، لو بس تعرفيني على المكونات. إن شاء الله. طبعا أول شيء مثل ما قلت لك بنحدد العطر، فأنا عندي نوعين من العطور حاليا. جميل. موجود، وعندي الكحول. وسعدنا نحن أيضا بلقائك، وشرف لنا حبيبتي. إذن وصلنا لنهاية فقرتنا لهذا اليوم، وكل الشكر لعائشة محمد الزيدي، صاحبة كنز للتجارة العامة لصياغة المجوهرات وصناعة العطور. سعد بهذا اللقاء، وإلى أن نلقاكم في الأسبوع المقبل مشاهدينا بمشروع جديد ولمسة إماراتية جديدة. إلى أن نلتقي، في أمان الله.